What's up, guys? Again, welcome back to my channel. النهارده طبعا احنا طلعنا نقضي كده يوم كده ان شاء الله على السريع. فطبعا زي ما انتم عارفين احنا طالعين طبعا للسمك اللي هو الصغير اللي هو مشابه للسمك البلطي. طبعا احنا بنستعمل السناره الكبيره والسناره الصغيره، بس طبعا احنا كل شغلنا طبعا على السناره الصغيره، ان معظم السمك اللي موجود دلوقتي السمك اللي هو الصغير اللي هو عامل زي البلطي، وربنا يرزق الجميع ان شاء الله. ده بنستعمله نستعمله دول زي كده يا جماعه، يعني يعتبر بقول عليه عامل زي الدود اللي الصناعيه او المشرشر زي ما انتم شايفين كده اهوت. ان انا اطلع لكم ديت ناس عشان لسه مقطعه واحده مستعملها دوت نوت، عشان كذا واحد كتب لي قبل كده في الكومنتات الدود اللي احنا بنستعمله زي ما انتم شايفين كده اهوت في الكاميرا دوت الدود اللي احنا بنستعمله. وبنستعمل برضو ايه شريم مقطعينه برضو ايه قطع صغيره، بنستعمل برضو شريم زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده احنا بنبقى مقطعينه ببقى انا عامله بالمقص برضو عشان يبقى ايه سهل للتطعيم في السن زي ما انتم شايفين. واحنا لسه طبعا جايين وان شاء الله خلينا نشوف ربنا يكرمنا بايه وربنا يكرم الجميع ان شاء الله. واحنا بس حبينا كده ايه ناخد لكم كده ايه اول دقيقه نعرفكم احنا بنعمل ايه والدنيا ماشيه ازاي. وزي ما قلت لكم احنا بنستعمل السناره الصغيره ديت للسمك الصغير، اللاين اللي عليها دوت 15 والرصاصه اللي عليه بتاع دوت 15 برضو، اللهم صل على النبي. سوري، الرصاصه اللي عليه 3 اونص اللي احنا بنستعملها، وزي ما انتم شايفين كده اهوت. وقاعدين وربنا ييسر الامور ان شاء الله. خليكم معايا حبايبي حلوين ونرجع لكم بعد شويه اول ما نسيب حاجه. شوفكم بعد شوية. ان شاء الله باذن الله خليكم معانا ان شاء الله، ونرجع لكم بعد شويه ان شاء الله بالاحسن ان شاء الله. وسايبينها كده اهوت. جبنا دي بسم الله ما شاء الله نايس كوكتيل زي ما انتم شايفين كده اهوت بلو فيش. زي ما قلت يا جماعه في كذا فيديو لازم تاخدوا بالكم من سنانها، سنانها بتبقى فيري شارب فخدوا بالكم منها. زي ما قلت لكم نايس سايد دي ملهاش احجام اللي انت تخليها، بس ليك اللي انت تخلي ثلاثه منهم تخلي ثلاثه منهم. وحاجه حلوه زي ما انتم شايفين دي يعتبر ان شاء الله يعني اول حاجه في الموسم ديت نطلعها، يعني دي اول حاجه طلعها يعني السنه دي في الموسم دوت. اتاخر شويه البلو فيش هنا اهو، بس يعني سبحان الله تبقى ارزاق وربنا يكرم الجميع ان شاء الله. وخليكم معايا هرجع لكم بعد شويه ان شاء الله.